مساء الخير. صراع الجبابرة ديربي بيروت اليوم رح يكون بملعب غزير. هيدا اللقاء 135 يلي بيجمع الفريقين بتاريخ الدوري اللبناني لكرة السلة. هيدا اللقاء الأعرق يلي كل الجمهور بينطره، مش عم نحكي أبدا عن الجمهور اللبناني بس الجمهور العربي كله ناطر اليوم هيدا الديربي. هيدي المواجهة، مواجهة الحكم والرياض اليوم بملعب غزير، ثاني أكثر ملعب استقبل هيدي المواجهة الكبيرة المنتظرة. واليوم رح نبلش مثل عادة مع المدربين، مدرب فريق الرياضي ومدرب فريق الحكمي. بداية مع المدرب أحمد فران. كوتش، يعني الديربي هو بطولة بحد ذاتها، وأنت قلت الحكمي والرياضي هن أساس كرة السلة، بس كمان في حسابات ثانية بالنسبة للترتيب. أنتوا عم تسعوا تقربوا قد ما فيكم من الفريق الحكمي. 100%، نحن مثل ما قلت لك الهدف إنه نقرب قد ما فينا الجاب. مباراة ما حتكون سهلة ابدا على الفريقين، يعني جايين نجرب نحط كل شيء عندنا، ما عندنا شيء نخسره. مباراة بدنا نلعبها على ارض الملعب، وليش لا، يعني نحن كلنا امل انه اليوم نحقق نتيجة ايجابية ان شاء الله. انت اخر مباراتين بغزير قدرت فزت فيهم، صح؟ رح تقدر تعمل الثالث ان شاء الله. هيدا شيء نادرا صاير. هيدا الهدف، يعني هيدا الهدف انه نقدر نحقق الفوز، نقرب الجاب لوان جيم، وخصوصا انه بالاياب نحن بدنا نستضيف الحكمه. امير امير از ايد اوت، يعني امير اخر مره لعب كم ماتش بيروت، من ماتش بيروت ما تمرن. هلا هيز فيلينج بيتر، بس ما بعرف اذا فينا ناخذ ريسك ونلعبه جروين، فاذا فينا نلعبه بدون تمرين صار له 14 يوم، فما بعرف قد ايه حيكون جاهز منتلي وفيزيكلي ليلعب هيدي الجيم. انا بدي اتشكرك كوتش احمد فران، بروح للكوتش جاد الحج. يعني الدفاع هو عنوان لهلا فريق الحكمه، 8 مراحل عم يعني اللي عم يسجلوا فيكم تحت ال 70 نقطه، قادر اليوم تخلي فريق الرياضي بملعب غزير امام جمهورك الكبير تنزلهم؟ عارفين سلاحنا هو دائما دفاع، بس لما تواجه الرياضي بدك تهجم كمان. رياضي منه فريق هي تخلي تحت ال 70، عارفين حيكون بدهم يقطعوا، كل ما هيك هجومنا بده يكون منيح. بدنا نحط شوطاتنا، بنعرف حيعملوا جامبلينج من كم لعيب، بنقدر نحط كم شوط ونفتح الجيم من الاول، وان شاء الله دفاعنا بيكون ستيبل مثل العادي. انت مدرب منتخب لبنان لكرة السلة وشاهد مباريات كبيرة، بس اليوم للمرة الأولى خبرة الديربي كومبليتلي كومبليتلي غير شيء. شو الفرق؟ شو الإحساس؟ في جمهور كثير كبير وراك، هيدا قلت لهم اياه الشباب باللوكر، ما فينا نبخل بنقطة، ما فينا نبخل ب1%، دائما ورانا عم يعطونا بوش، واجبنا نقدم 40 دقيقة فيري اجريسيف هاي انتنسيتي فول فوكس، واخر شيء متوفق وبنربح، بس لازم نعمل هدول النقط كلياتها قبل ما نفكر بالربح. مرة وحيدة الرياضي قدر ربح 3 مرات ورا بعض بملعب غزير، أكيد مش هلا أنت ما بدك، بس أنا عم بحكي كتاريخ. مرة وحيدة صارت ربح 7 مباريات. نحن بالنسبة لنا سيزون جديدة، جيم على أرضنا، بدنا نجرب نخلص راس السنة والقلية بلا أي خسارة، إن شاء الله بنتبع كل شيء حضرنا له ولا بوفقنا. يلي بفوز اليوم، إذا أنت فزت اليوم بنسبة كبيرة رح تفوت الرياض وبيروت بالسيمي فاينل، هيدا واحد من أهدافك؟ طبيعي طبيعي. إذا بسرعة بنروح لزميلتي جاجا. يعني غياس الفريقين عينهم على الفوز، ولا شيء غير الفوز. فريق الحكمه بده يحافظ على الويننج ستريك ويحقق الفوز التاسع المتتالي لإله، اما فريق الرياضه بده يسكر الجاب ويفوت على الاياب بمعنويات عاليه. أي. مش معقول. كيفك سمعة؟ حدا بيكرهك؟ لا ما حدا بيكرهك الحمد لله. سمعة، يعني اليوم من المتوقع انه يغيب امير سعود، ونحن بنعرف قد ايه انت بعدك وما زلت فعال، اذا مش الاكثر فعاليه بين اللبنانيه اوفنسيفلي، شو مهمتك اليوم؟ تسديدات من الخارج؟ والله هي المهمه انه عنصر الخبره، لما بتلعبي مع الحكمه عم العبهم قدام هيدا الجمهور، بدك يكون عندك خبره انف انك تعطري تقلبي هيدا الجمهور على تحطيه ضغط او ستريس على فريق الحكمه، وهيدي دور الخبره ان شاء الله راد، وان شاء الله بنقدر نستفيد من هيدا الضغط نحطه على لعبه الحكمه ان شاء الله راد. يعني سمع عم بتواجهوا افضل فريق ديفنسيفلي بالبطوله، واكيد رح يجربوا يجبروكم بالتيرن اوفرز، قد ايه مهم اليوم تركزوا على هيدي النقطه، خاصه انه كوتش جاد الحاج معروف قد ايه بيعمل سادن تشينجز اون ديفنس. ايه هو الروتيشن عم بيستخدمها كثير، دورنا نحن نبقى كثير فوكس ما نستعجل، وعندنا هيدا الاوبشن، يعني اثبتناه باكثر من مره على ملعب غزير انه احنا نقدر نحول الخساره لو احنا داون لربح، بس وانس نحن بنهدى هيدا بدنا نستفيد منه، انه نهديهم شوي للحكمه في الاول، نقتل الريزم تبعهم انه ما يقدروا يعملوا كثير بريس ويروحوا فاست بريك، ساعتها بيبقى الجمهور بيمل شوي شوي، اللعيبه بتحس بستريس اكثر. ان شاء الله ان شاء الله هيدا دورنا، والله يوفقنا. شكرا لك وبالتوفيق. مع السلامه. مع السلامه.
رضوان، يعني عم نشوف مؤخرا فريق الحكمه باخر كورتر عم مستواه عم يقشط بعكس فريق الرياضي يلي معروف انه باخر كورتر بيعمل كومباك وبيرجع للمباراه. قد ايه اليوم مهم بخبرتك تساعد فريقك تضلكم ماشيين بمومنتم مرتفع كل المباراه؟ ان شاء الله راح احاول قد ما بدي اني اي بوت اول ماي اكسبيرينس فور ذا تيم. احنا طالعين في نسق تصاعدي، كل جيم قاعدين بنأدي احسن، في جيمات نعمل دروب فور كوارتر، بس هذا يكون في المخ لما تكون يو ليد باي 15 اور 20 بوينت، افري بلاير يصير له دروب ما يصير يلعب نفس الاجريسيفيتي في الديفنس كل شيء. بس اليوم جيم راح يكون كثير صعب، الرياضي جاي عشان يقاتل، احنا كمان جيم فيري امبورتنت، خلينا بعاد باي 3 جيم فور الرياضي از فيري امبورتنت فور ذا فيرست بليس. سو ان شاء الله الجمهور الكل في لبنان يتمتع بكرة سلة كويسة، وان شاء الله يخلص الجيم يعني بروح رياضية عالية. الفريقين يعني ريفاليتي كبيرة، بس لاعبين اصحاب واحباب، وان شاء الله نوري باسكت بول منيح. اكيد ما بقى فيه اخذ ولا سؤال، تفضل بسرعة. مبروك يعني غياث، الفريقين ما بينقصهم شيء تيفوزوا اليوم بالمباراة. فريق الحكمة يمكن عنده افانتاج لانه على ارضه وبين جمهوره، رح نشوف مين رح يحسم النتيجة على ارض الملعب. وهون اذا بدنا نحكي عن افانتاج او لا بالنسبه خاصه لملعب غزير، خليني اقول لكم انه هيدا اليوم اللقاء 48 يلي بيصير بملعب غزير بين الحكمه والرياضه، عم نحكي عن دربي بيروت ببطوله لبنان لكره السله. 25 مره ربح الحكمه، 22 مره ربح الرياضه، النشيد الوطني اللبناني افتتاحها. ونشيد فريق المدرب احمد فران بلش دفاع قاسي جدا مع اللاعب كريم زينون على بابي، بابي بمرر لاحمد ابراهيم عم يجرب يبعدوه عن كل الطابات، احمد بنزل الطابه لكريم عز الدين، اليوم بلش اتار مجنون كلاعب اساسي بعد عنده سنتين، اتار بياخذ تسديده من المسافه المتوسطه، هاي كي جونغ شو على الريباوند، ريباوند دفاعي اول تحت السله بسجل ماني جاكسون، ماني هارس بسجل اولى نقاطه بالجيم،
وين جبتوا لجاكسون ما بعرف. اذا ماني هاريس اولى نقاط المباراة. لهلا مبين دفاع الرياضي محضر كثير بانطلاقه الجيم على هجوم فريق الحكمه. احمد ابراهيم ما بيسجل كمان. كيكانوفيتش على الديفنسيف ريبا فاست بريك. كريم زينون بيمرر لهارس تحت السله. هارس بوجه في اتير ماجور بيطلع الطابه لكريم زينون. ميد رينج شوت ما بيسجل الزينون واتير ماجور خلل الدفاعي لفريقه. بيير جاكسون لكريم عز الدين بوبو وائل عرقشي بالديفنس بالمان تو مان اللي بلش على المدرب فران والتركيز كبير على بيير جاكسون. سابق طلع اتير ماجور تورن اوفر على فريق الحكمه. بين بانطلاقه الجيم في ضغط دفاعي عم ينعمل على هجوم فريق الحكمه. عم يجرب المدرب فراني يسكر المفاتيح الهجوميه. والاخطر بهالمجال هو اللاعب بيير جاكسون. بوبا بلم الريباوند بعد دفاع ممتاز من اتير ماجور. فاست بريك كريم عز الدين بمر لاحمد ابراهيم تعرض للبلوك شوت. فاست بريك من الناحيه الثانيه وائل عرقشي عم بمرر. كريم زينون بسدد عن الارك والريباوند هالمره لبيير جاكسون. ريباوند دفاعي لبيير جاكسون يلي بينطلق بشكل سريع بمرر لمين. تورن اوفر جديد على فريق الحكمه. وائل عرقشي كمان بروح على السله بمرر لبرا. هاي التسديده الثلاثيه ما بتنجح. واحمد ابراهيم على الديفنسيف ريباوند. كريم عز الدين كمان بيعمل دراج بيوصل على السله بسجل. كريم عز الدين اولى نقاط فريق الحكمه بالجيم بعد الدقيقتين ونص من انطلاق المباراه. زينون عم يعطي هاي هاي كمان هاي عم يجرب يخترق بسدد. هاي الريباوند لمين. صراع على الريباوند في حصنون. زينون بمر لكيكانوفيتش تحت السله. كيكانوفيتش شوفوا ما الديفنس انعمل من اتير ماجور وكريم عز الدين على كيكانوفيتش اللاعب الموسم الجديد عم يجرب يلعب على اي تي يعمل فيد اواي بسدد كيكانوفيتش. والريباوند لكريم عز الدين عم يدافعوا كثير منيح لاعبي فريق الحكمه. الطريقه يلي عم يدافعوا فيها وهون جاكسون التسديده الثلاثيه ما بتنجح من بيير جاكسون. كمان وائل بياخذ المحاوله عن الارك كمان ما بينجح. الفريقين ما عم يقدروا يسددوا بنسب عاليه ابدا. نقطتين لهلا لكل فريق بعد ثلاثه دقائق ونص. بدري شوت كمان من عز الدين وهالمره ماني هارس بلم الريباوند الدفاعي. تنشف في قلة التركيز بالتسجيل وفي دفاع حاضر بشكل كتير كبير. كمان كريم زينون عم يخترق بمرر لبرا. هاي كينغ شو هاي بموصلها لكيكانوفيتش. في خطأ لصالح اللاعب المصري. خطأ لصالح كيكانوفيتش. الخطأ احتسم على بيير جاكسون. شوفوا بالريبلاي جرب يعمل الستيل بيير جاكسون. المدرب جاد الحاج ومساعده يانكيتش امين عام الاتحاد اللبناني المحامي شرف الرزق الى جانب مدير المنتخبات الوطنيه مرموش برايد. التسديده بسجل لكيكانوفيتش اولى نقاط لكيكانوفيتش يعطي التقدم لصالح فريق الرياضي بنقطه. عم نشوف جمهور الحكمه عم يجرب ياثر على كيكانوفيتش على الفري ثرو. اللاعب اللي عنده 73% بورسنتج كيكانوفيتش مسجل 2-2 يعطي تقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي. جاكسون دائما الزينون ما عم يتركه ابدا. انا برايي رح يعمل روتيشن بين الزينون وعلي منصور على بيير جاكسون بوقت هون في تورن اوفر. هاريس بسجل. ماني هاريس بسجل نقطه الرابعه بالجيم وفريق الرياضه عم يتقدم بفارق اربعه. مره جديده بيير جاكسون يعطي احمد ابراهيم بيك من اتير ماجور بيرجع بردها لبرا عند جاكسون. في مشاكل هجوميه كبيره عند فريق الحكمه بالجيم. بيير جاكسون
بطلع له اياها لعبه برا لعند كريم عز الدين. عز الدين يعطي اثار احمد ابراهيم بسدد المحاوله الثلاثيه ما بتنجح. الريباوند لمين؟ صراع الطابه بين الزينون وبوبو. نشوف قرار الحكم، الحكم عم يحتسبها لصالح فريق الحكمه. نرجع نشوفها بالريبلاي. اذا البوزيشن سايد بول لصالح فريق الحكمه. حكينا كثير عن دفاع فريق الحكمه قبل ما ننطلق بالجيم، لهلا عنوان الدقائق الاولى بالمباراه هو دفاع فريق الرياضي، خاصه تحييد بشكل كامل بيير جاكسون عن المباراه هجوميا. كمان بيير جاكسون بطلع لبرا عند احمد ابراهيم، احمد ابراهيم عم يجرب يلعب على ماني هارس بيكسر الطابه، هذا اللي عم نحكي عنه. دفاع الرياضي عم يكون ممتاز باول خمس دقائق، عم يفكك هجوم فريق الحكمه بشكل لافت. هايكن جوكشا ريباوند من اتير ماجو، ثاني ريباوند لاي تي بالجيم. جاكسون بركب له سكرين بياخذ التسديده الثلاثيه بسجلت جاكسون عن الارض، هيدا اللي عم نحكي عنه. كل ما يكون في ضغط على بيير جاكسون رح يعاني فريق الحكمه من الهجوم، سكرين واحد قدر يطلع منه اخذ الاتات بنجاح، سجل نزل الفرق لنقطه. كيكانوفيتش من المسافه المتوسطه والريباوند لبوبو. بوبو عم يلعب على البيس لاين، تورن اوفر على بوبو، قدمه بالاوت. دايما بوبو مع دفاع على وائل عراجي، عم يدافع عليه بكل الملعب من الاول عم يبلش معه. ماني هارس معه احمد ابراهيم بالديفنس، ماني هارس يعطي وائل اوبن شوت للعراجي ما بيسجل وائل الريباوند. كمان لكريم عز الدين، ريباوند الرقم الثلاثه لكريم عز الدين بالجيم. بيير جاكسون فريق الحكمه عنده فرصه يتقدموا بالمباراه. رجع شوفها بالاعاده، قدمه لكيكانوفيتش. نيابي كبير اليوم صراحة على المنصة وبالكورت سايد على الكورت سايد سيت. جاكسون كمان أتير عم يجرب يحرره من سكريز، بيلعب معه البيك اند رول، لكن طويل التمريرة. قادر كثير يلعب بيك اند رول اللاعب بيير جاكسون إذا عمل له جود سكرين، لأنه الدفاع كثير مركز عليه. وحدة من الأمور اللي ممكن تفكك الدفاع اللي عم يعملوا عليه كريم زينون هو البيك اند رول، بده لاعب يعمل معه جود سكرين ويتحرك صح ليقدر يسجل السلات. وهون ببلش يفكك الدفاع وبيعطل الخطه يلي رسمها المدرب احمد فران لهلا بالجيم، الخطه الدفاعيه. لين فري ثرو للزينون 86% لكريم زينون، سجل 6 من 7 عن الرميات الحرة قبل هالجيم. بسجل الأولى زينون، يعطي تقدم للرياضي بنقطتين. كريم بسجل 2-2 كريم زينون، الرياضي عم يتقدم بفرق 3 حاليا. بيير جاكسون بدي اذكر اليوم مسابقه ملك الطاووق 5 3 بوينتس، يلي بسجل 5 3 بوينتس رح يربح 1592 دولار بمناسبه الدربي. الجائزه هي 1592 دولار بس ب 5 3 بوينتس. أتير ماجوك اوفنسيف فاول، اوفنسيف فاول على اي تي. ملا ديفنس عمله كيكانوفيتش، ملا ديفنس، ثبت جسمه كثير منيح تحت السله. اللاعب الاوروبي استعمل عقله بشكل ممتاز. خليني اذكركم كمان
بالعبد الله بريدكشنز يلي التصويت كثيف جدا، الافضليه كانت اذا ماني غلطان 71% للرياضه، 29% لفريق الحكمه. هيك صوت الجمهور اللبناني قبل ما ننطلع بالمباراه بالعبد الله بريدكشنز يلي رح نشوف الجراف بعد شوي اذا رح تتغير البرسنتج. فيكم تصوتوا اكيد من ماشي التصويت، فيكم تفوتوا على ام تي في لاب سبورتس، اي بلاتفورم موجود بالمحل التصويت، وهونيك فيكم اكيد تشاركوا هيدي الكومبيتيشن بالتصويت على البريدكشنز. عم تشوفوا امامكم ام تي في لاب سبورتس كل البلاتفورمز. رضوان سليمان على ارض الملعب. وائل، وائل عراقشي دائما معه بوبو، طيب بتوصل لهاي لنشوف رضوان شو ممكن يغير بالجيم بعد دخوله على ارض الملعب. 5 ثواني عنده ماني هارس، ماني هارس بمرر لعند الزينون، الزينون بياخذ تسديده صعبه، بسجل الزينون، بسجل بنجاح كريم زينون عن الارك وبزيد الفارق ل6 نقط. وكمان كريم عم يعمل ستيد، بروح على السله، ما بسجل كريم، ما بسجل الزينون بعد ترانزيشن ديفنس ممتازه كانت من لاعبي فريق الحكمه. 5 نقط لكريم زينون حاليا هو افضل سكورر بالجيم. احمد ابراهيم بيخترق، ما بسجل احمد، الريباوند لمين؟ الريباوند كمان لكريم، عم يشتغل، عم يشتغل بشكل ممتاز، وبيير جاكسون بيعمل ستيل، بيير جاكسون بيعطي احمد ابراهيم، واحمد بياخذ الخطا، بياخذ الخطا من كريم زينون. شو هالمجهود الكبير يلي عم يعمله كريم زينون، يعني حتى ما خلى احمد ابراهيم يسجل ايزي باسكت، شوفوا كيف دافع عليه، اخذ الفاول احمد ابراهيم، بس ما عم يخلي ابدا لاعبين فريق الحكمه يفوتوا بجو الجيم، لانه دائما بقول انا بالمباريات يلي ببلش بايزي باسكت بياخذ ثقه بحاله بالمباراه وبصير يقدر يسجل السلات الصعبه، يلي بضيع السله الهينه من الاول بصير عليه بريشر كثير كبيره بالجيم. احمد ابراهيم عم يسجل الفري ثرو الاولى بنجاح، 74% لسبته بهالموسم، اول نقطه لاله بالجيم. بسجل كمان احمد، 2-2 على الفريترو. عزيز عبد المسيح على ارض الملعب، اكثر لاعب لبناني مسجل 3 بوينتس بستيب بطولة لبنان لكرة السلة، على ارض الملعب حاليا عم يستعين في المدرب جاد الحاج. عزيز 15 3 بوينتس هو وجاري شيفيشيا لاعب فريقهم، هن اكثر لاعبين لبنانيين مسجلين 3 بوينتس لهلا بستيب بطولة لبنان. ماني هارس، ماني ياخذ تسديده ما بترجع عن الارك، كيكانوفيتش، كيكانوفيتش عم يستفيد من غياب مين؟ من غياب اتير ماجوك ليسجل نقطة الرابعة بالجيم. يعني المدرب جان الحاج عنده روتيشن بين رضوان واتير، باتير بيستفيد بالديفنس ما عم يستفيد بالاوفنس، استعان برضوان ليجرب يزيد القدرة الهجومية بالنادي الاخضر. تورن اوفر جديد كمان على فريق الحكمة، صاروا كثار تورن اوفرز. وائل وبيير جاكسون بالديفنس، دقيقة و20 ثانية لنهاية الربع الأول. هاي كمان ماني هارس بيخترق، خطأ، خطأ لصالح ماني هارس، رح يكون عنده 2 فري ثرو. بالعادة عم نشوف هون الفاول رح تصب لصالح ماني هارس، كمان رح يكون عنده 2 فري ثرو. هارس بسجل المحاولة الأولى بنجاح، 75% على الفري ثرو لهالموسم، هيدي الفري ثرو رقم 28 يلي عم يمسح فيها مع فريقه بهالموسم. تاني بضيع ريباوند لرضوان، نقطة الخامسة لماني هارس. جيرن جاكسون عم يعطي احمد ابراهيم، عزيز عبد المسيح بيخترق السلة بيكسر الطابة، تورن اوفر جديد على فريق الحكمة. والزينون ممتاز، كريم زينون ممتاز، كريم زينون 7 نقط، شو المجهود اللي عم يعمله بالجيم،
غير أدائه الدفاعي الكبير اللي هو الخطة الأساس لفريق الحكمة. بيير جاكسون برجع بيطلع الطابة لبرا عند عزيز، عزيز لبيير جاكسون أوبن شوت بيسدد عن الآر، كريم عز الدين بلم الأوفنسيف ريباوند، ولا هون الحكم عم يحتسب فاول. المدرب جاد الحاج عم يعترض عم يطالب بفاول. هيجل وفريق الحكمة صار عامل 10 تورن اوفرز، 10 تورن اوفرز، رقم مخيف بالتورن اوفرز. بعدنا بالكوارتر الاول، واو 10 تورن اوفرز شيء. وهيدا كمان هون في تكنيكال فاول على المدرب جاد الحاج. لا ما في خبر تكنيكال. اذا البوتاشر لصالح فريق الحكمه ما في تكنيكال فاول، سايد بول. عددوا للحكمة 14 تورن اوفر فاصل 6 بالجيم الواحد لهلا عاملين 10. احمد ابراهيم بيخترق السلة ما بيسجل احمد، المحاولة ما بتنجح. وائل عرقشي بيلم الديفنسيف ريباوند، وائل عم يمرر لمين؟ لكيكانوفيتش، وهون كمان في سلة وخطأ لصالح كيكانوفيتش. لاعبي فريق الرياضة عم يلاقوا بعض، شفنا هون وائل كيف وصل له اياها لكيكانوفيتش يلي سجل نقطة السادسة بالجيم. شوفوا بالإعادة كيف قدر عطيها خالصة لكيكانوفيتش، والأخير سجل 10 نقط التقدم لصالح فريق الرياضي. مثل حنفوش على أرض الملعب. تورن أوفرز عنوان أساسي لهلأ بالجيم. لما نحكي عن تورن أوفرز نحكي عن ديفنس الفريق الثاني، لأنه تورن أوفرز يلي ارتكبوه لاعبين فريق الحكمة ورا دفاع فريق الرياضي، والرياضي عمل تورن اوفر واحد لهلا بالمباراه. الفري ثرو ما بيرجع فيها كيكانوفيتش، الريباوند لصالح رضوان، رضوان سليمان، خطا لصالح رضوان، الخطا من كيكانوفيتش. هيدا اول فاول على كيكانوفيتش. سكاكيني على ارض الملعب. كنا شفنا كمان استعانه بعلي منصور ليريح كريم زينون، رح يلعب بالروتيشن بين هول اللاعبين من دون ادنى شك المدرب فران. طابة عم توصل لبيير جاكسون، تسديده عن الارك كمان ما بيسجل، الريبوند لماني هارس، والكوارتر الاول عم ينتهي بتقدم فريق الرياضي على ملعب غزير بفارق 10. النتيجة 7-17، اللافت جدا هي النقاط السبعة يلي سجلها فريق الحكمة من الكوارتر الأول بدفاع ممتاز من فريق الرياضة وإجبارهم بالتورن أوفرز.
سجاد غاريوس رئيس إدارة بيت أرابيا، وتجي هذا محمد رئيس مجلس إدارة شركة تكنو. مين رح يفوز بدوربي بيروت بين الحكمة والرياضة؟ عبد الله بريدكشن. شوفي أجاجا قديه التصويت كان لصالح فريق الرياضي، 71% لصالح الرياضي. وفينا نقول إنه لهلا يلي مثل ما مصوتين لهلا الجيم هيك ماشي، إلا إذا بده يكون هون في ردة فعل من رجال المدرب جاد الحاج بانطلاقة الكوارتر الثاني. تكنو للاعب بالستاتس بسكورينج كيكانوفيتش على الافضل، ست نقط، كريم زينون ثاني، وماني هارس بالمركز الثالث. اذا تكنو ستاتس عم نشوف التوب سكوررز والتوب ريباوندرز، كمان كريم عز الدين الافضل خمسه، زينون الثالث، كيكانوفيتش كمان ثلاثه، ونقطتين جديد عم يسجلهم هالمره ساني السكاكيني، اولى نقاطه للسكاكيني. تقدم 12 نقطة لصالح فريق الرياضي. عمر جمال الدين على أرض الملعب، تغييرات كثيرة أجريها المدرب جاد الحاج، عم يلعب بباسل حرفوش عزيز عبد المسيح، وهون كمان في تورن أوفر، في تورن أوفر ومجهود دفاعي كبير. إذا الزينون مش هو اللي عم يدافع، علي منصور موجود لحتى يدافع بأفضل طريقة ممكنة، وعم نشوف علي منصور كيف أخذ جبر فريق الحكمة بالترن اوفر، عمل ستيل واخذ من بعد الفاول. عزيز عبد المسيح بيرجع على البنش، واحمد ابراهيم على ارض الملعب، اتير ماجوك ورودريك عائل غير شخصية الفريق بشكل كامل حاليا المدرب جاد الحاج، عم يلعب رودريك على الوان، عم يلعب بالتو بيكس ورا أطير ورضوان سليمان. علي منصور، علي عم يمرر لماني هارس، ماني هارس بياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح، ريباوند كمان لعلي منصور مقطوعه من عمر جمال الدين، بطلع الفاس بريك مع رودريك، رودريك عم ينبش على التمريره، العائل بمر لرضوان، رضوان كمان بفضيلة رودريك عائل بياخذ التسديدة الثلاثية، التسديدة ما بتنجح، وماني هارس بلم الريباوند الدفاعي. هارس يعطي وائل، وائل عرقجي درايف على السلة وبيسجل العرقجي، أول سلة لوائل بالجيم. عمر يعطي احمد ابراهيم، 14 نقطة جديد لصالح فريق الرياضي. رضوان سليمان شوفوا اداء اجريسيف بالديفنس، تسديدات صعبة صعبة اوت اوف سيستم عم يلعبوا فريق الحكمة، اخذ تسديدة صعبة رضوان سليمان، طبة ما عم تبرم ابدا عن فريق الحكمة. ثاني السكاكيني بيطلع طابة لبرا عند وائل، وائل عرقجي، وائل لبرا عند هايك، تسديدة ثلاثية بيسجل هايك، بيسجل ثاني تري بونت لصالح فريق الرياضي، كمان بتمريرة حاسمة لوائل عرقجي، والتقدم 17. تايم اوت للمدرب جاد الحاج. عاد عم نشوف اجمل لقطات لهلا المباراه يلي مسيطر عليها فريق الرياضي بشكل كامل. 11 تورن اوفر صاروا على فريق الحكمه، تورن اوفر بتصور 2 تورن اوفرز على فريق الرياضي او تورن اوفر واحد. وهون يعني كمان اذا بدنا نحكي على ستيلز، قدروا يعملوا لهلا فريق الرياضي 7 ستيلز، ستيل وحيد لفريق الحكمه. الجيم بلان يلي رسمه المدرب فران لهلا ناجح بامتياز.
فريقين على ارض الملعب. خطا من علي منصور لصالح العقل. عتير مرجوك على مر لعمر جمال الدين. رضوان يعطي احمد ابراهيم، يخترق البيس لاين، خطا لصالح احمد. رح يكون عنده اثنين فري ثرو احمد بالاسيست، بتكنو اسيست، هايك اثنين اسيست، وائل عرقش اثنين، وماني هارس كمان اثنين اسيست. ثلاث لاعبين من فريق واحد هن الليدنج بالاسيست لهلا. بيير جاكسون عامل تمريره وحده بس لصالح فريق الحكمه. احمد ابراهيم على الفريترو بضيع الاولى بسجل الثاني. احمد نقطه الثالثه بالمباراه. علي منصور يعطي السكاكين زون ديفاس، غير دفاعه المدرب شاد الحاج. علي منصور الفلوتر ما بسجل. عمر جمال الدين بيخسر الطابه بعد الريباوند. شو هالعلي منصور، شو هالعلي منصور، كيف خطف الطابه من ايده لعمر جمال الدين بعد الريباوند. ماني هارس بضيع المحاوله، اي تي على الريباوند. العقل عم يطلب السكرين، بيطلع بيعمل له البيك. عتير بمرر لرودريك عائل. رضوان سليمان، رضوان ضغط ضغط. احمد ابراهيم، احمد بيخترق بيطلع على السله بضيع المحاوله كمان. احمد بيسترجع الطابه، احمد ابراهيم بيروح على السله كمان. في خطا لصالح احمد. اكثر لاعب بالنادي الاخضر عم يجرب يعمل شيء ليسجل نقاط لفريقه. بالاعاده عم نشوف كيف قدر يخترق احمد وياخذ الفاول. مره شديده على الفري ثرو. هيدا تاني فاول على علي منصور. سكاكيني عم يرجع على البنش وبدلا منه كيكانوفيتش. اول خطا على كمان ساني سكاكيني، عنده خطا واحد. فريق جديد عم يضيع فريق الحكمه. احمد من وقت اللي سجل واحده من اثنين، هون عم يضيع الاتمت الاولي. بسجل واحدة من اثنين كمان. نقطة الرابعة لأحمد إبراهيم. وائل يعطي هايك، هايك بسدد عن الأرض والمحاولة كمان. كيكانوفيتش، كيكانوفيتش اليوم مخيف عم بيكون، عم يقدر يجيب الريباوند من أمامه لعتير ماجوك والتسديدة الثلاثية بسجلها هايك غوكشيا. نقطة السادسة لهايك غوكشيا، تاني تري بوينتس له بالجيم. عمر طابع عم يستلمها احمد، احمد ابراهيم بيفوت ستيد صعبه، المحاوله ما بتنجح. كيكانوفيتش عمل كل شيء، عمل كل شيء كيكانوفيتش. ريبوند دفاع جديد. وائل العراقجي بيطلعوا ليها لبرا عند ماني هارس، التسديده ما بتنجح. اي تي على الديفنسيف ريبوند. رضوان يعطي عمر جمال الدين، محاوله ثلاثيه ما بتنجح. ورودريك عائل، رودريك بزكا بزكا، استرجع الطابة لصالح فريقه. نقطتين لهلا لفريق الحكمة بالكوارتر الثاني. فريق الحكمة السادس أفضل فريق بالسكورينج يعني بالبطولة. فريقه الحكمة منه أبدا منيح بالأوفنس، بس اليوم نزلوه كثير عن معدلاته بالبطولة يلي هو مثل ما قلت لكم مركز سادس بمعدل 78 نقطة. عتير ماجوك، بيير جاكسون رجع على أرض الملعب. جاكسون، بيير جاكسون يخترق بمر لعتير تحت السلة. عتير ماجوك بضيع كمان. ماني هارس على الريباوند، ضيع عتير ماجوك مع إنه وصل له إياها بيير جاكسون بطريقة كثير منيحة. ماني هارس يعطي العرقجي. وائل
وائل بيطلعوا له لبرا عند زينون، تسديد ثلاثية لكريم، الريباوند لبوبو. يارن جاكسون الوحيد يلي مسجل عن الارك بهالمباراة. يارن جاكسون كروس اوفر مخيفة، مخيفة الكروس اوفر يلي بيعملها يارن جاكسون، بسجل ثاني 3 بوينتس له بالجيم. نزل الفرق ل 15. هاني هارس لوائل عرقجي. وائل، وائل بياخد محاولة عن الارك، الريباوند لمين؟ بوبو بيعمل كنترول، بوبو يسترجع الطابة. بوبو شفتوا بس البريشر اللي عملها كريم على بوبو على السايد، شوفوا يعني عمل الريباوند طلع ليدافع عليه. هيدا كريم زينون يعني ما بيخلي تفصيل واحد يمرق بالمباراة الا ما يحط مجهود دفاعي خارق على ارض الملعب. وانا برايي لهلا الاساس بهيدي المباراة مع احترامي لكل باقي اللاعبين هو كريم زينون بادائه الدفاعي يلي بلشوا على بيارن جاكسون يلي غير كل مجرى المباراة بالنسبة لأوفنس فريق الحكمة. وقلت لكم يلي ما بيسجل الايزي باسكت بالاول ما رح يسجل السلة الصعبة من بعدها. محاولة كمان ثلاثية، الريباوند، الريباوند لمين؟ كنترول من عمر جمال الدين. عمر بروح على السلة، عمر جمال الدين بياخدها على عاتقه بيلعبها هو، لو على لاعبين او ثلاثة بيخترق. بسجل عمر جمال الدين اولى نقاطه بالجيم، بينزل الفرق ل 13. تايم اوت للمدرب احمد فران. مجلس الأمراء فنادق الحكمة سيزار جبارة. هون ما بعرف صاير اشكال على البنش مع الجمهور ورا. إذن بسرعة بتروق الأجواء، عم نشوف رابطة جمهور الحكمة عم تتدخل لتهدئة الوضع وانضبطت الأمور. بالكوارتر الثاني الحكمة لهلا مسجل 7 نقط، 10 للرياضة. إذا بنطلع بالكوارتر الثاني الحكمة بلش يلاقي حاله أكثر بالأوفنس. قلت لكم مشاكله كبيرة بالأوفنس لأنه بالديفنس يعني ماكسيموم لهلا تسجل فيه المعدل 70 نقطة، قادر يضبط فريق الرياضة بالأوفنس، بس فريق الرياضة قام لعب بنفس الكاركتر الدفاعي يلي بيلعبوا فريق الحكمة. وهلا كثير أدائه الدفاعي نزل الحكمة بشكل كبير يلي عنده معدل 78 نقطة نزلوا لهلا ل 14 نقطة. تكنو سكورينج بيير جاكسون 6، كريم زينون 6، وهايكن يوب شاو 6، 3 ستات. مراقب المباراة مروان العميل كمان عم يتدخل لتهدئة الامور. تكنو ريباوندز اللاعب كيكانوفيتش 6 ريباوندز، قلت لكم عم يشتغل كثير كيكانوفيتش اليوم. كريم عز الدين 5، واتير ماجوك 4 ريباوندز. كيكانوفيتش 6 نقط و6 ريباوندز لهلا. بلال طبارة على ارض الملعب للمرة الاولى بهالجيم، عم يستعين في المدرب فران. وائل
بيلعبوا زون ديفنس كمان بعد التايم اوت الدفاع المنطقه. كيكانوفيتش عم يجرب يلعب على اتير. كيكانوفيتش بيلعب على اتير ماجوك وبيسجل عليه نقطته الثامنه. كبير المباراه اللي عم يعملها اللاعب البوسني. شفتوا لما اتير استلم مين جرب يقطع الطابه منه؟ هو لاعب واحد اسمه كريم زينون يلي كمان بيرجع بيروح لياخذ المهمه الدفاعيه على بيير جاكسون. احمد ابراهيم يعطي بوبو جاكسون. يارد جاكسون بعد عنده اربع ثواني. شوفوا 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 الضغط لترابيت اتستيدي. لو سجل عمر كان عنده مجال يسجل اربع نقاط بهجمه واحده. اخذ الخطا من تستيدي ثلاثيه. رح يكون عنده ثلاثه فري ثرو. عمر جمال الدين يلي نسبته على الفري ثرو منا منيحه ابدا. مسجل 3 من 10 لهلا بالبطوله بنسبه 30%. كثير قليل النسبه للاعب سكورر مثل عمر جمال الدين. هيدي النسبه اللي هي 30%. هل رح يقدر اليوم يلعب بشكل افضل على الفري ثرو الاولي ناجحه؟ نقطته الثالثه لعمر. بيسجل كمان عمر جمال الدين الثانية. اثنين من ثلاثة لعمر جمال الدين. ماني هارس على الريباوند. زينون يعطي ماني هارس. كانوفيتش للعراقجي. وائل عم يعطي كيكانوفيتش. كيكانوفيتش عم يلعب على اتير ماجوك. بيوصل تحت السلة بيطلع على برا عند وائل يلي بياخذ تسديده ثلاثيه. الريباوند بوبو عالي عالي كثير. بوبو على الريباوند. بوبو يعطي جاكسون. بيير جاكسون ميد رينج شوت ما بيسجل. بيير جاكسون الريباوند كمان دفاع لصالح فريق الرياضي مع وائل. وائل بمرر وكريم زينون بيسجل عن الارك. زينون بيسجل نقطته العاشره. شو هالكريم اليوم تاني 3 بوينتس لكريم زينون بالجيم. في ثلاث لاعبين باثنين 3 بوينتس هاي كريم وبيير جاكسون. بيطلع الفرق ل 16. احمد ابراهيم كمان بيعملوا درايف بيطلع على السله بسجل. احمد 6 نقط لاحمد ابراهيم. اقل من دقيقتين لنهايه الكوارتر الثاني. 18-32. طباره يعطي وائل. ماني هارس كمان كريم هالمره ما بيسجل. الزينون ديفنسيف ريباوند لاحمد ابراهيم. عم يطلع هو بالطابه. احمد بسدد عن الارض بسجل. احمد ابراهيم اول 3 بوينتس له بالجيم. نزل الفارق ل 11. هيدي العاشره لإله بهالموسم. سجلها بوقت حساس جدا. عم يعطي امل كبير لفريقه ولجمهوره بارض الملعب. وائل بيخترق بيلعب على اتير ماجوك ما بيسجل. كيكانوفيتش كمان بضيع. بيير جاكسون بكب له اياها لبوبو. بوبو بروح على السله بيسجل. بوبو نزل الفرق لاقل من 10. الفرق نزل لتسع نقط قبل 47 ثانيه من نهايه الكوارتر الثاني. هون الوقت ماشي بس اكيد الوقت هو وقف بعد التايم اوت يلي طلبه المدرب فران.
الله بريدكشنز بدوربي بيروت. بلش يطلع عن فريق الحكمة 72 بس بعدها بعيدة. التصويت لصالح فريق الرياضة، تصويت كتير يعني عم نحكي بالألوف من التصويت، والتصويت بعده مكمل مشاهدي ام تي في واس بي اي. ظبطوا الوقت مثل ما قلت لكم. وائل معه بومو بالديفنس، وائل عرقشي، وائل بيخترق بيمرر لمين، الطابة بتطلع برا عند هايك بياخذ التسديدة. في خطأ، في خطأ لصالح، شوف لصالح فريق الرياضة. رئيس مجلس إدارة، رئيس مجلس إدارة ام تي في أستاذ ميشيل المر اللي عم يتابع المباراة وزوجته طبعا. دقيقة لنهاية تيك وورتر، إذا خطأ لصالح أتير بضيع الفري ثرو. أتير مشوك الأولي، هيدي تاني رمية حرة بضيعها بهالموسم، كان عنده ثلاثة من أربعة، كمان عم يضيع الثانية. هايك على الديفنسيف ريباوند، ما قدروا استفادوا فريق الحكمة من رميته الحرة. فريق الحكمة عنده معدل نسبة 75% بالليج على الفري ثرو. ماني هاريس كمان ما بيسجل، ريباوند لعمر جمال الدين يلي بيطلع بالطابة بشكل سريع. عمر جمال الدين مش معقول، اول ذا واي عمر جمال الدين عم يسجل نقطة السادسة، بينزل الفارق لسبع نقط، رجعوا من محل بعيد. ما هيدا الدربي، اسمه دربي بيروت، المنافسة بتكون كبيرة. الجمهور يلي عم يحضر على شاشة ام تي في رح ينبسط أكثر لأنه الحماس رجع دب، مش بس بجماهير الموجودة بملعب غزير، الموجودة على الشاشة إن كان بلبنان أو خارج لبنان. ضربة بيروت ولعبة جديد، بريك لعشر دقايق وبنرجع بنتابع.
من جديد برجع نحن وياكم مشاهدينا لدوربي بيروت يلي عم يستضيفه ملعب غزير، ثاني اكثر ملعب استضاف هذا الدوربي بتاريخ لقائاته، عم نحكي من ال 94 لليوم. رح نروح نحن وياكم للمقارنه الاحصائيه بين الفريقين لنشوف كيف الارقام، لانه الارقام كثير اليوم نازله عند الفريقين. رح نشوف نسبه التسجيل من كل مسافات 29% لفريق الحكمه كثير قليل البرسنتج، مقابل 30% لفريق الرياضي كثير قليل. الفريقين عم يلعبوا برسنتج كثير واطي، 3 بوينتس عند الرياضي نزل كثير ل 18%، تحسن شوي عند الحكمه صار 27% حاليا الفري ثرو. الحكمه بعيد عن البرسنتج اللي له بالموسم 55% مقابل 71%. الريباوندز الحكمه افضل 29 مقابل 23 ريباوندز. الاسيست فريق الرياضي افضل 8 مقابل 5، الخمسه اسيست لفريق الحكمه 4 منهم عملهم لحاله بيير جاكسون. تورن اوفرز بالكوارتر الاول عمل الحكمه 10 تورن اوفرز، بالكوارتر الثاني عمل تورن اوفر وحيد، بس المفارقه الكبيره انه الرياضي عامل بس 1 تورن اوفر لهلا بالمباراه، يلي هو يعد كثير بوزيتيف. وستيلز بتعبر عن التورن اوفرز، عم بحكي عنهم 7 ستيلز لفريق الرياضي، ستيل وحيد لفريق الحكمه بهالمباراه. شو هيدا الكادر يا مخرج؟ شو هيدا؟ يلا خلينا نروح على الحلبه ناتس هاف كورت شات. ان شاء الله اليوم يكون عندنا فائز هيك بالاعياد بدوربي بيروت، فائز بجائزه $200 بهيدي المباراه. رح يكون في 5 تسديدات. يعني بالفيل جولز برسنتج فريق الحكمة عنده بالبطولة 40%، الرياضي 48%. شوفوا قد ايه نازلين، يعني أصلا الحكمة منه كثير منيح البرسنتج اللي عنده إيه، بس نزل لل 40%، الرياضي نزل كثير من 48 ل 30%. المحاولة الأولى بالحلبة هاف كورت شوت ما بتنجح. خليني أقول لكم دفاعيا فيل جولز بالديفنس احسن فريق هو فريق الحكمه بدفاعه، بخلي الفريق خصمه يسجل بس 40% برسنتج. الهومتمن بالمركز الثاني، شاوفيل بالمركز الثالث، الرياضي بالمركز الثالث 42%. اليوم التو برسنتج عند الفريقين اقل بكثير دفاعا وهجوما. اذا محاوله بعد كمان، اول الثلاثه ما كانوا ناجحين، الرابعه كمان ما ناجحه. لنشوف اخر تسديده، يلا بدنا حدا يفوز. مثل ما قلت لكم دوربي بيروت للمره الرابعه بينلعب بين كريسماس وراس السنه، المحاوله كمان الاخيره ما بتنجح. ب 30/12/2002 بقاعه سابستين بالمناره ربح الحكمه 94-85، ب 30/12/2017 بهالملعب بالذات ربح الحكمه 76-72، الموسم الماضي ب 26/12/2022 ربح فريق الرياضي على الحكمه 77-71 بفارق 6 نقاط. هيدي رابع مباراه بتصير بين العيدين. دائما عم بحكي عن بطوله لبنان لكره السله. توترز اللاعب الاكثر تاثيرا بالجيم، شوف يا جاجا، عمر جمال الدين وكريم زينون، بيير جاكسون قريب بس بعدنا باول التصويت. احمد يعني هول بعد بتتغير ممكن، بعد مبلشي اكيد، بعد مبلشي، وانا برايي رح تتغير كثير لانه رح يكون في الوف من التصويت لتوترز اللاعب الاكثر تاثيرا. يلا يا جمهور كره السله العربيه مش بس اللبنانيه، بعرف قد ايه هالمباراه عم تتابع بكل البلدان العربيه، ناطرينها كلها، خاصة جمهور كرة السلة السوري يلي عم يشارك ببطولة وصل، كمان عم بيكون عنده حضور كثيف جدا على شاشة ام تي في. انطلاق الكوارتر الثالث، عمر جمال الدين بمر لجاكسون، أتير بجرب يعمل البيك، بيير جاكسون بياخذ تسديدة صعبة، بسجل بيير جاكسون، نقطة ثانية لبيير جاكسون تحت أنظار سعادة النواب جهاد بكرموني وجورج حلوين لحفظ الالقاب. في كثير نواب بصراحه موجودين اليوم على المنصه وعلى الكورت سايد سيتس. كريم زينون بمر لهاي، هايك بنزل لكيكانوفيتش، كيكانوفيتش عم يكسر الطابه، بيرجع بياخذها للطابه، بيضيع المحاوله، جاكسون على الريباوند.
كيرن جاكسون بمرر لعمر جمال الدين بيخترق البيس لاين. شو هيدا يا عمر؟ شو هالفينش يا عمر يا جمال الدين؟ من نقط لعمر جمال الدين نزلت الفرقة لثلاثة، رجعوا من محل بعيد رجال المدرب جاد الحاج بمرر لبرا. هاي بياخذ التسديد الثلاثية اي تي على الريباوند، خامس ريباوند لأتير ماجور كبيرن جاكسون. التسديد الثلاثية ما بتنجح، والريباوند لمين؟ البوزيشن تبقى لصالح فريق الحكمة. هيدا الشيء اللي بأكده الحكم بولس أيم، حكام المباراة اليوم بحكينا عنهم يعني على الضغط بهالجيم. زياد طنوس عادل الخميري وبولس أيم، شو بيقولوا هالفينش بإيدك الشمال. جاكسون بيعطي أتير اي تي، عم يعطي أحمد إبراهيم، بعد عنده ثلاث ثواني. تسديدة كريم عز الدين على الارك ما بتنجح، الريباوند لكيكانوفيتش، تاسع ريباوند للاعب الموسمي. ماني هارس، ماني يعطي كيكانوفيتش متر شاب، بسجل كيكانوفيتش. قلت لكم عم يعمل جين كثير كبير اللاعب الموسمي، 10 نقط لكيكانوفيتش، اول لاعب عم يعمل دبل فيجرز من نقط، بيرجع بيطلع الفارق لخمسة. أول سجل لفريق الرياضي بهالكوارتر. كريم زينون رجع له بيحط ضغط كبير على بيير جاكسون. أحمد إبراهيم بيخترق أحمد، بسجل بسجل، 11 نقطة لأحمد إبراهيم، هداف الدوري حالياً، 11 نقطة لأحمد، بيقطعوا للاعب كيكانوفيتش. هاي كيكوك شو عم يجرب يلعب هايك على مين؟ مقطوعة ستيل من بيير جاكسون، بمرر له اياها لاحمد، وترن اوفر بالفاست بريك، ترن اوفر بالفاست بريك على النادي الاخضر. شوفوا كيف كبل له اياها بيير جاكسون، ما قدر عمل كنترول عليها احمد، صعبه كانت كثير واطيه، لو عملت اذا انطجت الطابعه على الباركي كان قدر يمكن يعمل كنترول عليها احمد. هاي كينج كوك شو عم يريحوا حاليا المدرب احمد فران، يعني عم يجيني كثير صور ان كان يعني قد ايه في عالم عم تتابع المباراه، مجمعين كلهم عم يحضروا المباراه بالكوفي شوب. وهون نشوف قرار الحكم، في خطا، في خطا لصالح كيكانوفيتش اللاعب الاخطر بفريق الرياضي بهالجيم، خاصة كمان لأنه بالباسكت بول في كثير كامبس بكريسماس كامبس، كلهم مجمعين الأولاد عم يتابعوا مباراة الدربي. زين الصور كثير كمان من أكاديمية فريق الرياضي. ماني هارس عم يمرر لزينون، تسديدة ثلاثية زينون ما بينجح، عز الدين، كريم سدد، كريم لم الريباوند بين الزينون وعز الدين. احمد بياخذ تسديده ثلاثيه ما بيسجل، احمد ابراهيم، اسماعيل احمد يلي استعان فيه من وقت قليل المدرب فران، اسماعيل هو اللي عمل الريباوند. عم يعترض عمر جمال الدين، رح نرجع نشوف بالاعاده البريشر يلي حطها على ماني هارس. المدرب جاد الحاج كمان عم يعترض، الحكمين عم يتشاوروا مع بعض، بولس أيم وزياد طنوس عم يتأكدوا من الوقت. وبيتأكد كمان الحكم عادل الخويري، تكنو ريفريز لنشوف اي ار اس، رح يروح على الاي ار اس. حضر حالك يا مخرج جورج خليل، خلينا نسمع الحكام. بليز بدي اشوف الوقت، تايم 24 مش هون من بعده. ماشي ماشي،
إذا الحكام تأكدوا من الوقت يلي كان الحكم فيها طنوس بعد ضمن الوقت إذا البوزيشن لصالح فريق الرياضي مع الزينون. هاني هارس ماني براشر شو هالضايف اللي عملها أحمد إبراهيم. عمر جمال الدين بروح على السلة ما بيسجل عمر بلحق الطابة على الريباوند الطابة توصل لوائل عراجي وائل ببرر لماني هارس ماني ماني ممكن ياخذ تسديدة الثلاثية ما بتنجح عمر كمان على الديفنسيف ريباوند نقطتين لفريق الرياضي بأربع دقايق مقابل ستة لفريق الحكمة حكينا كثير على البرسنتج المتدني ما في نظوم دائما نكرر جاكسون بياخذ تسديده التعادل بيير جاكسون عم يسجل الثالثة لإله بالجيم 11 نقطة للبابي بيير جاكسون بعد الأرقام رجعوا من محل بعيد فريق الحكمة اسماعيل احمد وجريمي ريد بتسديده ثلاثيه شو هالسرعه ما حدا غير لاعب عنده خبره كبيره بهيك وقت بيعرف فريق متاخر كان بفرق كبير بعد الارقام مين ممكن ياخذ هيك ديسيجن هو لاعب واحد اسمه اسماعيل احمد لاعب الخبره اللي بعده عم ياثر بشكل كثير كبير بالليج اللبناني وعم يشكل قدره هجوميه كبيره لفريقه بهالموسم احمد ابراهيم بياخذ الخطا اسماعيل احمد خليني اقول لكم بالافكتيف فيلد بولز برسنتج هو الافضل بالليغ اللبناني حاليا ب 72.5% شوف هون عمل كرامب اللاعب احمد ابراهيم وبروح رياضي اسماعيل احمد بيساعده ثاني اكثر لاعب بالافكتيف فيلد بولز برسنتج هو جيرار حديديال ايرون مان 72% في كانوفيتش بالمركز الثالث 68.7% من بعده ادوارد دانيال وجاري شيبيشيا بوبو على ارض الملعب بدلا من عمر شوف داني عموس مساعده للمدرب جاد الحاج الحرفوش على ارض الملعب كمان باسل هو رح يسدد الفري ثرو بالخطا يلي اخذه احمد باسل بسجل الاولي احمد على الفري ثرو ما كان كثير منيح اليوم كان عنده 2 من 4 اذا ماني غلطان الحرفوش بينجح بالمحاوله الاولى بنجاح بسجل الثاني كمان الحرفوش نزل الفرق لنقطة 36-37 كأنه مباراة بيورو ما فيها سكور عالي فيها دفاع المنصور ما بينجح بيير جاكسون على الديفنس ريباوند بده 2 3 بوينت بيير جاكسون ليكون الملك اليوم بالجيم بمسابقة ملك الطابور بوبو كمان بيخترق بسجل الحكمة عم يتقدم بالمباراة نقطة الرابعة على مارك خويري الملقب ببوبو يعطي التقدم لفريقه بهالجيم في كانوفيتش عم يمرر كوم اوفر كوم اوفر رجعوا فريق الحكمة وعم يدافعوا بعد افضل من يلي عملوه بالشوط الاول بس تحسن ادائهم الهجومي 13 نقطة للحكمة بالكوارتر الثالث مقابل 5 لفريق الرياضي بوبو عم يمرر لعز الدين تسديدة ثلاثية عز الدين ما بينجح ريباوند للزينون خاطئ لصالح كريم Thank you.
ليت فاول على عز الدين بسرعه بغير المدرب جاد الحاج. عمر جمال الدين بيرجع على ارض الملعب. علي منصور العراجي بيستلم وائل. وائل عراجي بطلع لبرا عند اسماعيل كمان بسدد عن الارك المره ما بيسجل اتير مجوك على الديفنسيف ريباوند. جاكسون ما هو علي منصور بالديفنس كيرن جاكسون كاد يكسر الطابه برجع بيعمل كنترول. شوفوا علي كيف ناطره بالديفنس اتير بركب الفيك يلعبها معه تبقى لصالح فريق الحكمه. سبع ثواني او ست ثواني بيبقى لهجمه النادي الاخضر. ماني هارس على ارض الملعب استاذ جهاد بكرادوني الداعم النادي الاخضر. شوف اسماعيل احمد مع المدرب احمد يامود. عمر عمر جمال الدين يعمل درايف بروح على السله اند وان. شوف الحكم اوفنسيف فاول اذا ما في سله اوفنسيف فاول على لصالح وائل. استعمل ايده الشمال ليبعده لوائل عمر. وائل عراقشي راشر من بوبو كمان وائل كيكانوفيتش كيكانوفيتش بروح على السل البلوك شوت. شو هيدا شو هيدا البلوك شوت اللي عمله اي تي اتير ماجوك بيعمل بلوك شوت سوبر استعراضي على اللاعب الافضل بهالجيم يلي هو كيكانوفيتش اللي كان دائما المرأة الرابحة لفريقه بهالمباراة. طابق وصل لبرا عند وائل كريم زيدون كريم ما بينجح اتير بلم الريباوند. بلش يكون اللاعب الرم بروتكتر وهون تورن اوفر من عمر جمال الدين. من جديد وائل مع بوبو بالديفنس كمان وائل العراقجي. وائل بفضي لماني هارس يلي بيخترق بيوصل على السلة كمان دفاع كمان دفاع وهون ما معقولة ما معقولة يلي صار مع اتير عامل الصعب كله بس الكنترول على الطابة ما كان ناجح. عم نشوف رئيس نادي الرياضة استاذ مازن طبارة الى جانب رئيس مجلس الامراء بنادي الرياضة استاذ اسعد السقال رئيس نادي النجم السابق. خمس نقط للرياضي لسبع دقائق واربع ثواني. الحكام عم يتشاور مع حكام الطاولة ومراقب المباراة. دبل دبل الوحيد اللي هلا بالجيم لكيكانوفيتش 10 نقط 10 ريباوند. اكيد اكثر لاعب عمل دبل دبل بالليج هو جوردن برولر لاعب الانترانيك وكليف الكسندر لاعب بيروت. ست دبل دبل اي ار اس علي مزهر اللاعب اللبناني الاكثر حصولا على دبل دبل خمسه. بنسمع الحكام عرفت شو بدي اشوف ايه بدي اشوف الريباوند. اوكي كفيليا بعد مرة بعد مرة من غير انجل اذا في انجل من تاني متر. بدي اشوف اجره لاتير رجعنا هيدا فريم باي فريم سلومو. لا اول واحد اول واحد اوكي ثانك يو. اذا عم يتاكدوا من الوقت لما صار الاوت
القرار. إذن ريست 14 ثانية. علي منصور عم يمر لبرا عند هارس. ماني هارس بسدد من المسافة المتوسطة الريبوند هالمرة كنترول من فريق الحكمة بيعمل كنترول وبيير جاكسون بيستلم. جاكسون بجرب علي منصور ياخذ منه الاوفنس فاول لبيير جاكسون. شوفوا كيف عم يطلعوا عليه دبل تيم بمر لاتير ماجوك والتمريرة ناجحة. اي تي بسجل اول سلة لاتير ماجوك بالجيم. التقدم الثلاثة خامس اسيست لبيير جاكسون. وائل عراقشي وائل لبرا ماني هارس بوشه في الحرفوش. ماني عنده بعد سنتين بياخذ التسديدة وبسجل لاعب الاكس ام بي اي. بسجل بنجاح ماني هارس. نقطتين لماني هارس. اذا الحكم بيقول نقطتين. باسل بجرب يرد ما بينجح. بوبا بجرب كمان على الريباوند. والعراش بيعمل كنترول بتوصل للزينون. تمريره طويله عم توصل كمان من جديد لماني هارس. ماني لعند كيكانوفيتش. وائل دقيقة ونص بيوقع لنهاية الكوارتر الثالث. وائل عراقشي كيكانوفيتش محاولة ثلاثية 13 نقطة لكيكانوفيتش الأولى لإله عن الأرك بهالمباراة. هيدي أول 3 بوينتس لإله بهالموسم. بوبو بجرب يرد برد. بوبو برد سريعا ما بخليه يتهنى فيها للاعب كيكانوفيتش. الأولى كانت لإله بهالموسم لكيكانوفيتش. ليكو وين سجلها؟ بمباراة الأصعب، بمباراة الدوربي، بمباراة الفول هاوس. كمان كيكانوفيتش عم ياخذ تسديدة ثانية. لا 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 كيكانوفيتش للمرة الثانية عن الأرك ونقطة 16 الثانية لإله بالجيم، الثانية لإله بالموسم. تقدم فريق الرياضي بنقطتين. بيير جاكسون شو هالكروس اوفر، شو هالكروس اوفر. بس الحرفوش كمان بلم الريباوند. بوبا بيخترق في خطا. سبعة وعشرين ثانية لنهاية الكوارتر الثالث. رضوان سليمان اللاعب التونسي على أرض الملعب بدلا من جاكسون. وائل عم يرتاح حاليا على البنش. سايد بول مع احمد ابراهيم. رضوان عم يعطي احمد. اتير محضر السكرين. طابه توصل لرضوان. رضوان سليمان عم يطلع له اياها لبرا لاحمد. بعد عنده ثانيه بياخذ تسديده صعبه. تسديده صعبه ما بتنجح والريباوند لصالح ماني هارس. علي منصور بيكسر الطابة. دفاع ممتاز. باسل بمر لرضوان سليمان يلي بروح على السلة. لنشوف قرار الحكم. عم يعترضوا لاعبي فريق الحكمة. عم شوف المدرب جاد الحج واحمد ابراهيم. طبعا اذا رح يروحوا اي ار اس عم يتشاوروا مع بعض الحكام الثلاثة. خلينا نشوفها بالاعادة. يرجعوا يتشاوروا مع بعض اذا هن رح ياخذوا قرار او اي ار اس. هلا بنشوف بعد الكوارتر الثالث اذا عم يروحوا على اي ار اس. تسمعوا بدي اشوف اكيد غير هذا الانجل. بدي اقلط ال 24 مع الاكت اوف شوتينج 100% 100% سلومو. بعد مرة
زلنا نشوف قرار الحكم اذا رح يحتسبوا السله او لا. السله محتسبه اذا. اولى نقاط لرضوان سليمان. على توترز اللاعب الاكثر تاثيرا جاجا هلا كريم زينون اقرب واحد له عمر جمال الدين. انت بتشوف التنافس بين هاللاعبين انا برايي هلا لنهايه الجيم. هلا ما تنسى كمان في تنافس بين جمهور الفريقين هلا يعني جمهور الحكمه رح يصب عند كريم عند عمر جمال الدين والرياضي رح يصب لكريم زينون في جمهور المحيط الكبير اللي عنده كمان راي بهيدي المواجهه مقطوعه كمان تورن اوفر على فريق الرياضي رضوان لمين بمرر البوزيشن بتبقى لصالح فريق الحكمه. فاست بريك ما استفيدوا منها عم تشوف اسماعيل عم يدافع على رضوان سليمان. يارد جاكسون يارد جاكسون عم يمرر لرضوان رضوان يخترق بيعطي بوبو الفلوتر ما بيسجلها بوبو كريم عز الدين بلم الاوفنسيف ريبان رضوان ممكن يسدد هذا الشيء اللي بيعمله رضوان بيسجل رضوان سليمان نقطه الخامسه اول ثري بوينت له بالجيم 18 له بهالموسم تحت السله ملا ديفنس ملا ديفنس ملا ديفنس مش بالصدفه ابدا فريق الحكمه عم يوصل للمرحله الاخيره وهو افضل فريق بدافع بالليج. كريم زينوف علي هارس علي منصور علي منصور خاطئ لصالح علي رح يكون عنده اثنين فري ترو المنصور. خطأ على كريم عز الدين هيدا رابع فاول بكون عليه اذا اربع اخطاء على عز الدين. نور الحكمة عم يجرب يأثر على علي منصور بالفري ترو بسجل الاولى بنجاح. اول نقطة للمنصور بهالجيم 65% بهالموسم على الفريترو بسجل الرميتين بسجل 100% بهالمحاولة بنزل الفارق لنقطة. أحمد إبراهيم على أرض الملعب بدلا من عز الدين يلي صار بأربع فاولز أكيد رح يستعين فيه المدرب جهاد الحاج أنا برأيي بآخر أربع خمس دقائق من المباراة. جاكسون يارد جاكسون معه علي منصور يارد جاكسون بيعمل فيك بروح على السله ما بيسجل بيتابع كمان ما بينجح والريباوند لمين؟ الريباوند لمين؟ نشوف هون علي منصور اذا بتروق بتروق بين الشباب في تنشن اكيد في تنشن شيء طبيعي انه يكون في تنشن. شوفوا هون كيف جرب بيير جاكسون اذا البوزيشن لصالح فريق الرياضي 48 47 ملا جيم. ماني هارس للمنصور علي ماني هارس من جديد ماني عم يخترق بروح على السله بسجل ماني هارس تسع نقط لماني هارس الرياضي عم يتقدم من جديد وهالمره بفارق نقطه. جاكسون اللي ناطره علي منصور بالديفنس احمد ابراهيم يعطي بوبو بوبو بفضي لعمر جمال الدين ما بيرجع عن الارك كيكانوفيتش بلم الريباوند فاست بريك مع علي منصور 11 ريباوند لكيكانوفيتش اسماعيل احمد
لمرن للزينور، كريم زينور بيخترق على السلة، ما بيسجل الزينور، رضوان على الديفنسيف ريبوند، رضوان سليمان. خطأ لصالح خيار جاكسون، خطأ من كريم. هيدا الفاول الثاني على الزينون. خيار جاكسون أفضل ممرر بالجيم لهلا بستة أسيست، وراه وائل بخمسة. سايد بول مع خيار جاكسون. جاكسون عم يمرر للحرفوش، باسل يعطي بوبو، بوبو للحرفوش من جديد، باسل يخترق، باسل حرفوش بمرر لبرا عند بوبو، التسديد الثلاثي ما بترجح، بوبو بيلحق الطابة، جاكسون بيعمل كنترول، ست ريباوند لبوبو، جاكسون كمان هون في خطأ لصالح بيير جاكسون. قدر ياخذ الفاول خيار جاكسون، اثنين فري ثرو، 19 من 20 رمية حرة مسجل قبل هالجيم، نسبته 95%. جاكسون 11 نقطة 6 اسيست، بسجل الأولى، نقطة 13 لعد الأرقام. بسجل كمان جاكسون نقطة 13، الحكم عم يتقدم من جديد بفارق نقطة. وائل عراقشي هو والمنصور مع بعض على أرض الملعب. وائل، وائل لبرا عند هاي، كمال عراقشي، وائل بياخذ التسديدة على الثلاثية، بسجل الرهيب أول 3 بونتس لوائل بالجيم. الرياضي عم يتقدم من جديد بفارق نقطتين. فول ديناي علي منصور على بيير جاكسون. جاكسون لرضوان، رضوان بفضي لباسل حرفوش، بحب هلا بحب الكورنر كثير الحرفوش، بسجل نقطته الخامسة، أول 3 بوينتس لباسل. الحكم بيتقدم من جديد بفارق نقطة. ضغط من بوبو على وائل. وائل، وائل عرقشي، وائل بسدد هالمرة ما بيسجل الريباوند، ماني هاريس بيعمل الاوفنسيف ريباوند، ماني هاريس وبياخذ الخطا. شوفوا ماني هاريس كيف كان اسرع من الكل على الاوفنسيف ريباوند، ما حدا عمل عليه بوكس اوت اصلا من لاعبي فريق الحكمه. سكاكيني بدلا من كيكانوفيتش. ماني بسجل الأولى نقطة العاشرة، تاني لاعب بفريق الرياضي بيعمل أو تالت لاعب بالرياضي بيعمل دبل فيجرز بالنقط بعد الزينون وكيكانوفيتش. لعد الأرقام على نقطة 53، بسجل كمان ماني هارس نقطة 11، ماشي الجيم على النقطة، نقطة من هون ونقطة من هونيك. يارد جاكسون، يارد جاكسون، طيب بتوصل لباسل، بسدد عن الأرك، ما بسجل هالمرة الحرفوش، ماني هارس على الريباوند. سابع ريباوند لماني هارس أو الثامن. تورن أوفر على فريق الرياضي.
سبعة اوفرز. شوفوا بوبو، شوفوا بوبو هون بقدمه لماني هارس ضربت الطابة. الهصل اللي عم يعمله بوبو مخيف. يعني حكينا كثير عن كريم زينون وأدائه الدفاعي بانطلاقة الجيم على بيير جاكسون، بس بصراحة كمان اللي عم يعمله بوبو رائع جدا دفاعا وهجوما. بوبو عنده سبع نقط، تسديدة ثلاثية، الريباوند كمان لماني هارس، تاسع ريباوند لماني. وائل صار في سويتش، صار بوبو عم يدافع على هايك، جاكسون عم يدافع على وائل عرقجي. وائل بجرب يخترق، بمرر لساكاكيني وساكاكيني بسجل نقطة الرابعة بالجيم، بيطلع الفارق حاليا لثلاث نقط 53-56. تايم اوت للمدرب جاد الحاج. جاسوس مدرب نادي بيروت، مدرب الحكم السابق. ثلاث ستيلز لبيير جاكسون، ثلاث ستيلز لمارك خويري بوبو، ثلاث ستيلز لكيكانوفيتش، هول الافضل بستيلز لهلا بالمباراه. طلع في كثير مباريات انتهوا بفارق بسكور قليل. خلينا نشوف تكنو بوينتس، كيكانوفيتش 16، بيير جاكسون 13، احمد ابراهيم 11 بالنقط. عم نشوف تكنو بالريباوند، كيكانوفيتش 11، ماني هارس 9، اتير ماجوك 7، بيير جاكسون. اتير رجع على ارض الملعب، بوبو بياخذ التسديده الثلاثيه ما بتسجل، سكاكيني على الريباوند. خمس دقايق إلى نهاية الجيم. هاي لوائل عرقجي، كمان علي منصور، علي بيكسر الطابة، عمر جمال الدين بروح على السلة بسجل عمر. يعني هون عمر مثلا كان لازم يشيلها من ايده ويكبها لقدام، بس لاعب بيلعب برتم واحد عمر جمال الدين، ما بده يشوف حدا. 10 نقط لعمر جمال الدين. نزلت بينها لنقطة. بوبو عم يدافع على ماني هارس، ماني هارس بيخترق، ما بيسجل ماني هارس. الريباوند هجومي من علي منصور، التسديدة لمين الريباوند؟ وهون لنشوف في خطأ. خطأ على كريم. ما تشوف بالإعادة. باسل حكوش على أرض الملعب بدلا من كريم عز الدين اللي عم يطلع بالأخطاء الخمسة. تايم اوت. ملا جيم. بتعجب الإعادة. تسديدة ساني السكاكيني. والخطأ اللي ارتكبه كريم عز الدين بحقه لهايك الكوتش.
المباراة الأخيرة من زهير ستيبس بطولة تبين لكرة السلة. الملعب فريق الحكمة ما تعرض ولا اي خسارة بهالموسم. اخر خسارة تعرض لها كانت من الموسم الماضي بالتصويت بين عمر جمال الدين وكريم زينون لطوطز اللاعب الاكثر تأثيرا. الصدارة بعد للزينون 56% مقابل 30 لعمر جمال الدين. طابع بتطلع لبرا للسكاكيني. كريم يعطي وائد. كريم زينون. ماني هارس. بمرر لزينون يلي بيسدد المحاولة ما عم تنجح. والبوزيشن بتروح لصالح النادي الأخضر. اخر خساره لفريق الحكمه ببطوله لبنان مش هالسنه من السنه الماضيه ب 14 ايار 2023 امام الرياضي بهالملعب 93-96. بيير جاكسون بحاول يمرر مقطوعه فاست بريك ونقطتين لماني هارس 13 نقطه لماني هارس. تورن اوفر من فريق الحكمه كلفهم غالي اربع نقط خسروا فيه. كمان بيير جاكسون عم ينزل طابة لأتير على اللوبوس. أتير ماجوك عم يجرب يلعب على السكاكيني خطأ لصالح اي تي. إذا خطأ لصالح أتير بعض المباريات يلي سجل فيها ارقام قليله جدا ب 23/2/2000 60-54 انتهت المباراه كانت بكعد صعب ستيب المناره. الفريقين سجلوا 114 نقطه لهلا 113 نقطه مسجل الفريقين. عم يضيع اتير الرميتين. السكاكيني على الريباوند بوقت حساس جدا. اي تي عم يضيع الثاني فري ثرو. وائل عرقجي وائل مع بوبو بالديفنس خطأ لصالح وائل. المدرب جاد الحاج عم يعترض. اثنين فري ثرو للعرقجي خمس نقط لوائل مع ستة اسيست بيسجل فري ثرو الأولى بنجاح. مساجن كمان العرقجة الثانية للرياضي عم يتقدم حاليا بفارق خمسة علم ثلاثة دقايق لنهاية المباراة. البرشر صارت كلها هلا على فريق الحكمة. عمر عمر جمال الدين عمر بطلع الطابة لبرا عند باسل. باسل حرفوش مدري شوت مسجل الحرفوش سبع نقط لباسل. سكاكيني وائل عرقجي دايما معه بومو بالديفانس. وائل وائل بيخترق اربع ثواني بيبقى لهجمه فريق الرياضي. المدرب فران عم يعطي التعليمات لفريقه ليلعبوا الاوت اوف باوندز.
الريبا بتوصل لماني، ماني هارس بسدد عن الارك، الريبا ودامين، الريبا ونجومي كمان للعراجي، يستعمل الطابة بشكل ممتاز، لما الريبا طلعها لبرا رجع من الشيل، ما استعجل ابدا فيها، كمان وائل ستباك تسديده ثلاثيه ما بيسجل ماني هارس، كمان المحاولة عمر جمال الدين بيعمل الريبا يطلع بالطابة بشكل سريع بروح على السلة خطا لصالح عمر. ضيعين الحكمة لهلا 7 فري ثرو بنسبة 58%، الرياضي مضيع 4 فري ثرو 2 فري ثرو عفوا بنسبة 84%. عمر بضيع الفري ثرو الأولي كمان، الفري ثرو ممكن يندموا كثير عليهم لاعبي فريق الحكمة. عم بحكي بالفري ثرو هنا بالمركز الثالث بسجل وحده من اثنين، عمر نقطه ال 11 نزل الفرق لنقطتين. ماني ماني هارس ماني هارس بمر لكيكانوفيتش، هارس من جديد بسدد تحت الضغط، الريبا لمين؟ عمر جمال الدين بمر لجاكسون، بيير جاكسون بيير بيير جاكسون بمر للحرفوش الكورنر بحبها ما بيسجل، وكمان المتابعة ما بتنجح من فريق الحكمة بوقت والعراجة بروح على السلة، هيدي لعبته هيدي لعبته للرهيب بسجل نقطة 9 بالجيم، كان عندهم فرصة كبيرة فريق الحكمة من التب يعني مش من التسديدة اللي سددها باسل، كان في تب تحت السلة ما قدروا استفادوا منها ليعدوا الأرقام. دقيقة أخيرة للمباراة، جاكسون بيير جاكسون بيير بمرر والتمريرة ناجحة جمال الدين 13 لعمر 7 أسس للاعب بيير جاكسون، 50 سنة لنهاية المباراة المجنونة، ما كنت مجنونة كل الموسم، المباراة الأخيرة بساهم بطولة لبنان، هل ممكن ما تكون مجنونة؟ بابا بيعمل الريبا بكبها لقدام لبيير جاكسون قلب بروح على السلة، ما بيسجل بيير جاكسون، ما بيسجل بيير جاكسون، وهون بيلعب ياخذ الخطأ، باسل حرفوش عم ياخذ الخطأ ورح يكون عنده ثاني فري ثرو. ملا جيم ملا سيناريو، شو هيدا يلي عم نعيشه اليوم بملعب غزير على شاشة ام تي في واس بي اي، مخيف يلي عم نعيشه. باسل 2 فري ثرو بسجل الاول الخرفوش، 2 نقط لباسل، الفارق نقطة، هل رح يعدل الخرفوش؟ بسجل الخرفوش بعدل الارقام، 9 نقط لباسل، تعادل الفريقين على نقطة 62، المدرب مرات معصب من هاي عم بيقول له كان القاد الطابة، تايم اوت واو، كرة السلة اللبنانية هي أكثر من رياضة، هي أكثر من جيم، أكثر من مباراة، هي مجنونة، هي اللي بتمشي بعقول الشعب اللبناني. الحضور اللي رح يكون لصالح فريق الرياضي، رح نشوف كيف رح يلعبها فريق الرياضي، المدرب فران عم يرفض خطه هجوميه
المدرب شادر هاشم يرسم خطة دفاعية، هجوم الأصفر أو دفاع الأخضر، شوفوا ملا لوحة لجمهور فريق الحكم الألتراس. أكثر لاعب سجل تريبوس، ثلاثة تريبوس اليوم، وزي ما أنت الملك صعبة إلا إذا رحنا لأوفر تايم. آخر ثواني المباراة، وائل عم يستلم، العراقي معه بومو بالديفنس، وائل بعد عنده 10 ثواني، العراقي بمر لماني، وائل بمر لمين؟ لماني هارس، الطابة لمين؟ وهون الوقت عم ينتهي، كلوك فايوليشن، يمكن كلوك فايوليشن، بس ما حدا سمع البازر بالملعب. المدرب فران عم يعترض، بتصور رح يروحوا ليتاكدوا من الوقت المتبقي. رح نرجع نشوف بالريبلاي شو صار. شوفوا هون ثلاث لاعبين ضبوا على ماني هارس، كيف عم يتشاوروا مع بعض. هل رح تشهد اوفر تايم؟ اول اوفر تايم بتاريخ الديربي كان ب 23/7/1995، المباراة كانت بملعب المولا سال، انتهت 98-100 لصالح فريق الرياضي. هيدا كان الاوفر تايم الاول. اي ار اس بدي اشوف اخر هجمه كلها مع الوقت، هيدا الاكل اخر اوفر تايم بين الفريقين ب 6/20/2019. الحكم فاز 97-95 بهالملعب. اجين اعطيني اخر شوطه لل 41 فريم باي فريم على سلومو. كمل 0-0 قبل ما يدق فيها. إذا الحكمين عم يتشاوروا مع بعض. عالشوطة سلومو. بدي اشوف غير انجل امول معروف. بدي اشوف غير انجل. ما بأثر بدي اشوف الشوطه، نسيل الوقت. ارجع اعطيني الانجل القديم، بدي اشوف الوقت اذا مضبوط. اوكي ذس وان ايزي. اوكي وير جود. إذا الحكام عم يتأكدوا من الوقت المتبقي للهجمة الأخيرة. 4.6 ثواني يمكن، هلا متأكد. سمعتهم عم يقولوا 4.6.
إذا بوزيشن لصالح فريق الحكمة. إذا سجل الحكمة بخلص الجيم. إذا ما سجل في نسبة كبيرة لأوفر تايم، تايم أوت. الحاج هلا عم يرسم خطة هجومية، المدرب فران عم يرسم الخطة الدفاعية. بالثواني الحاسمة القاتلة. مين رح يستلم الطابة بفريق الحكمة؟ أكيد المدرب فران رح يركز بدفاعه على بيير جاكسون، بيعتبر إنه بيير جاكسون هو الليدر، هو الممكن يخلص المباراة. لنشوف إذا المدرب جاد الحاج رح يسلم غير لاعب. موبو على السايد بول. شوفوا جاكسون كيف نزل للميل الثاني، بده يطلع يعمل كات ويطلع اكيد يستلم برا. موبو لمين بده يمرر؟ موبو بمرر لعمر جمال الدين، ما بيسجل عمر. الريباوند مين؟ الريباوند مين؟ والوقت عم ينتهي، الوقت عم ينتهي. اوفر تايم بستبس بطولة لبنان لكرة السلة. اوفر تايم جديد لنادي بين نادي الحكمة ونادي الرياضي. مش المرة الأولى رح عدلكم الاوفر تايمز يلي صاروا لهلا بتاريخ البطولة. شوفوا هون لو سجل عمر جمال الدين كان خلص الجيم. بلا جيم. هيدي منيحة. كم اوفر تايم الاربع المساء على شاشة ام تي في. قصة. وهيدا مش الاوفر تايم الاول لفريق الحكمة، لعب اثنين اوفر تايم بهالملعب هالسنة امام ميروبا وربح الاوفر تايم الثاني امام بين هوبس وان اس اي، كمان صار في اوفر تايم. اكيد رياض هومنتمن كمان اثنين اوفر تايم خسرهم الرياضي، كانت بملعبه بكعب صعب سنين بالمنارة. وبين هومنتمن وبيروت كمان صار في اوفر تايم، هيدا السابع اوفر تايم بهالموسم. مثل ما قلت لكم الاوفر تايم الاول كان ب 23/7/1995، الثاني ب 15/4/2002، الثالث ب 19/1/2003. الاوفر تايم الرابع بدربي بيروت كان ب 28/1/2008، اوفر تايم جديد كان ب 14/4/2009 على النقطة 72، على النقطة 75 ب 31/5/2016، واوفر تايم ب 6/10/2019 على النقطة 81 تعادل الفريقين. هيدا كان الاوفر تايم الأخير، اوفر تايم جديد بدربي بيروت على النقطة 62. بيير جاكسون يعطي برا الحرفوش، باسل بسدد ما بسجل عن الارك. الريباوند لوائل عراجي مقطوعة من موبو. تبقى البوزيشن لصالح فريق الرياضي. هلا جيم. وائل بيستلم. موبو كان عم يجرب ما يخليه يستلم، استلم وائل. وائل بيخترق، بيعطي برا. هايك كوك شو بسدد، بسجل هايك الثالثة لإله. 3 بوينتس لهايك بهالجيم. بيعطي تقدم جديد لصالح فريق الرياضي. بيير جاكسون بيخترق. بيير جاكسون بمر لعمر جمال الدين، التسديدة الثلاثية ما بتنجح. ماني هارس على الريباوند. وائل كمان، وائل عم يعطي التمريرة لهايك. هايك بنزل الطابة لكيكانوفيتش، اوبن شوت لهارس، بفضل يمرر لكريم زينون.
كمان بده يجيب وائل بعد عنده 6 ثواني. وائل عرقشي، وائل بياخذ تسديده ثلاثيه ما بتنجح. في خطا، خطا لصالح هايكي جوكشا. خطا اذا على بوبو. عنده 2 فري ثرو هايك. هايك هالسنة بالفري ثرو 43%، 3 من 7، بس اليوم سقطت كل الأرقام، كل الأرقام سقطت. شفنا شيء ما انتم شايفينه بالبرسنتج. هايك مع الماسك بضيع المحاولة الأولى. بضيع الثاني كمان، الحرفوش على الريبا. جاريت جاكسون، جاريت جاكسون يخترب يروح على السلة. مش معقول بلا سلة بيير جاكسون. 15 نقطة مع عنده سايز أقل من 1.80 طوله لبيير جاكسون، بس عرف كيف يوصل بسرعة على السلة. هايكي جوكشا عم يعطي العراقشي. ماني هاريس، ماني هاريس لبرا عند وائل بياخذ التسديدة ما بتنجح المحاولة. كيكانوفيتش بياخذ الريبوند وخطأ، خطأ لصالح كيكانوفيتش. اوفنسيف ريباوند لكيكانوفيتش بوقت حساس. شوفوا بالريبلاي كيف قدر يلم الريباوند من امام اتير ماجوك، جبر اي تي يعمل الفاول. 2 فري ثرو لكيكانوفيتش، 73% بهالموسم. المدرب جاد الحاج عم يعترض. كيكانوفيتش بضيع المحاولة الأولى. بالأوفر تايم رمية حرة عم بتضيع، بسجل وحدة من 2 كيكانوفيتش. تقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي. كيرن جاكسون كمان بيخترق، ما معقول. شو هيدي، شو هيدي يا بيير؟ بابي عم يعد الارقام. 4-6، 66 لكل فريق. قلب 3 دقائق لنهايه المباراه، ومين قال رح تنتهي بالاوفر تايم الاول؟ لنشوف. وائل، وائل عرقشي، وائل 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 بيعمل درايف بسجل. شو حلوه يا عرقشي. 11 نقطة لوائل، 11 نقطة للرهيب، بيعطي التقدم من جديد لصالح فريق الرياضي. بوبو شوفوا كريم كيف عم يدافع على بيير جاكسون. استلم بيير، بيير جاكسون كمان يعمل فيك، بيروح على السلة ما بيسجل. بيير جاكسون الريباوند لماني هاريس. ماني بمرر الطابة لمين بتوصل؟ الطابة عم توصل لمين؟ بوبو وباس الحرفوش بيقطعوا الطابة بوقت عمر جمال الدين بينطلق. عمر بمر لباسل، باسل الحرفوش بيخترق ميد رينج شوت بسجل. 11 نقطة للحرفوش، 68 لكل فريق. وملا جيم، ملا مباراة، ملا كرة سلة لبنانية. شو حلوة، شو حلوة الأجواء اللي عم نعيشها. و 50 ثانية. وائل، العرقشي، وائل كمان عم يخلي الطابة بإيده. وائل بعد عنده 7 ثواني رح يخترق. وائل بيعمل الموف بمرر. شو ذكية، شو ذكية التمريرة. في خطأ لصالح هاني هاريس. كثير ذكية تمريرتك يا وائل، كثير قوية تمريرتك يا عرقشي.
يعني هو بارم ظهره للسلة، عارف كيف يوصل له اياها لماني هارس. شوفوا شوفوا كيف عمل هون الموف، وشوفوا كيف عطيها لماني هارس يلي عمل قط ممتازة على السلة. دقيقة و 33 ثانية، اثنين فري ثرو لماني هارس 75% نسبته لهالموسم. ١٣ نقطة لماني هارس. ماني عم يضيع الفري ثرو الأولي. ماني هارس بسدد، بسجل ماني هارس الثانية. الرياض عم يتقدم بفارق نقطة حاليا. بيير جاكسون عمر بيعمل سكرين. بيير جاكسون، بيير جاكسون بيخسر الطابة. ما بقول كيف خسر الطابة بيير جاكسون من وقت حساس جدا. ماني هارس وفريق الرياضي ممكن يستفيدوا من هالتورن اوفر. وائل عراجي وائل، كمان وائل بيعمل سبين موف بروح على السلة. في خطأ لصالح العراقشي، خطأ لصالح وائل. المدرب فرار عم يطالب مع سبورتسمان. ١٦ تون اوفرز على فريق الحكمة، ١٢ على الرياضة. بس المفارقة الكبيرة انه الحكمة عمل ١٠ من ١٦ عملهم بكوارتر الاول، كوارتر المخيف يلي كان بالتورن اوفرز على النادي الاخضر. ومن بعدها عمل ٦ تورن اوفرز بثلاث كوارترز واوفر تايم. اذا عم يطلب تشالنج، عم يطلب ابجريد. المدرب فرار عم يعمل، عم يطلب اذا ابجريد بتشالنج. ريجولر فاول اذا عم نشوف اداره فريق الحكم سمير صالح يلي عم يكون موجود حد بنش الرياضي. عم يهدوا الامور لما يصير في ولا احتكاك. وائل بسجل الاولي ١٢ نقطة لوائل، تقدم نقطتين لصالح فريق الرياضي. العراقجي بسجل كمان الثانية ١٣ نقطة لوائل. الرياضي عم يتقدم بثلاثة حاليا. بوبو عم يسلم بيير جاكسون، بيير جاكسون بمر لباسل وتورن اوفر جديد على فريق الحكمة. تورن اوفر جديد، عم يرتكبوا التورن اوفرز بالوقت الحساس جدا. بوقت باسل حرفوش عم يسترجع الطابة، بوبو بيعطي عمر جمال الدين، عمر جمال الدين بيخسر الطابة. ما معقول يلي صار مع لاعبي فريق الحكمة. دفاع ممتاز للرياضي، شبروهم باثنين تورن اوفرز بالوقت حساس. هايك جوك شوت تحت السلة بمر لبرا عند الزينون. الثواني الأخيرة بالجيم، باسل بحط براشر، وائل عم يمرر، الطابة لمين بتوصل؟ لماني هارس. وفي بنشوف هون في ووكينج على لاعبي فريق الرياضي، بتصور ماني هارس اللي عمل الووكينج. واو شو هالجيم؟ يعني اللاعبين كمان عملوا أخطاء بصراحة غريبة، بس في براشر، في تنشن كثير كبير. إذا المدرب جاد الحاج ما
بده يحاول يعدل النتيجة. الرياضي عم يقترب من تحقيق، يكون الحكمي عم يتعرض لخسارته الأولى بهالموسم. No three points at all. عم يقول لهم المدرب فران ما بده حدا يسدد عن الأرض من فريق الحكمة. هل رح يستعمل خطة الخطأ ياخذهم على الفري ثرو وما يكون عندهم أتمت على الأرض؟ وردي افضل ريباوندر بالجيم اليوم، ماني هارس ب 13 ريباوند، وائل 8 اسيست. سايد بول لفريق الحكمه، عين على تسجيل سله ثلاثيه. بكل الجيم سجلوا 7 3 بونتس فريق الحكمه. بوبو بمر لعمر، عمر جمال الدين، عمر يعطي بوبو، بوبو لمين؟ بس الحرفوش بياخذ التسديد الصعب، وفريق الرياضي بحقق فوز بملعب غزير بفرق 3 نقط 68 71. الخساره الاولى لفريق الحكمه بهالموسم بعد 8 انتصارات متتاليه، بيتعرض لخسارته الاولى فريق الحكمه بسنبس بطوله لبنان لكره السله، فيما فريق الرياضي بيتقدم للمركز الثاني ب7 انتصارات وخسارتين. رح نجرب نكون بمقابلات اذا بنقدر، اكيد نكون بمقابلات لانه فريق الرياضي كله عم يفوت حاليا على اللوكرز ليتفادوا اي احتكاك ممكن يصير. وعم نشوف جمهور الحكمه عم بيحيي فريقه يلي تعرض للخساره الاولى. اذا كمان ما عندنا وقت لاجراء المقابلات، الحكمه يلي عم يخسر اذا هالمباراه بفرق 3 نقط امام فريق الرياضي. مشاهدينا المباراه بالفعل حلوه كثير، عشناها نحن وياكم بملعب غزير، كان لازم يكون في خاسر وفائز بهالجيم. هيدي كرة السلة اللعبة اللي بتحبوها، هيدا دوربي بيروت يلي اليوم قدر يربحه فريق الرياضي على حساب فريق الحكمة. هيدا الانتصار 89 بتاريخ لقاء الفريقين بالليغا اللبناني على حساب فريق الحكمة. بدي اشكر انا حسن المتابعة لانه ما طلعنا وقت، بدنا نسلم